السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير وعيد أضحى مبارك، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية والخير والبركة يا رب. وياكم أخوكم مهند البدري، وهسه بعد ما كملت الفيديوهات السابقة من ميتال سلاج وأيس كومبات وغيرها، هسه راح نرجع نكمل وياكم تختيم شادو أوف ذا تومب رايدر اللي صدرت أعتقد بداية العام الحالي. اللعبة تتحدث عن كثير من الألغاز وكثير من الحركة والقصة الجميلة، وأتمنى هذا الجزء يسووه فيلم صراحة، لأنه جدا عاجبني أني أشوفه على شكل فيلم من إخراج هوليوود. طبعا ما حبيت الفيلم القديم مال توم رايدر، لكن إن شاء الله بالإمكانيات الجديدة أتمنى نشوف فيلم حلو من هذا الطراز. هسه راح نلعب اللعبة بعد ما يكمل اللودينج، ونشوف هاي المرحلة او هذا المكان شنو مخبي انه، شنو اللي راح نواجهه، شنو اللي راح يصير، هل راح نموت ونعيد اكثر من مره بنفس المكان ام راح نستمر باقل ضرر. راح نشوف هسه شنو اللي راح نتواجه وياه. طبعا احب اعرفكم عن نفسي، يعني مختصر مفيد، انا من مواليد 1983، عراق الأصل، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، عاشق لألعاب الفيديو من عمري 6 سنوات، من عمري 6 سنوات وأني ألعب ألعاب الفيديو، لكن أني مو محترف 100%، أنا مجرد هاوي للألعاب، يعني أحبها كهواية، ما أحب شيء اسمه منافسات. هسا راح نبلش اللعبة ونشوف شنو المضمون هنا من بلاء. يلا نبلش. I don't know your name. تقولها ما اعرف اسمك. As the rebel leader, I have to be careful. I am the rightful queen, Unudatu. ملكة. Itzli, you still owe me a scouting report. طبعا شوف دقة الجرافيك وشوف الحركة، شوف العالم شلون مرسوم. تفضل. شوف الجمال. ويجيني واحد يقول الألعاب تخرب، لا يا عمي، والله الألعاب أجمل شيء صار بحياة الإنسان، يعني هي قصة وأنت تتحكم بيها. شوفوا الرسم، بس شوفوا بربكم مو أحلى حتى من الأفلام؟ شوفوا تفضلوا، شوفوا الروعة، بس تردون الصدق ترى هي حلوة. خلنا ناخذ هذا الورد. حياك الله يبا. واو، هلا الجماعة هناك مقضيها شغل ورقص وما أعرف شنو. يلا هسه نرجع لهم. أوب، أكفت شي هنا أنا. أرجع حيهم. طبعا دائما الرايت ستيك دوسه بين فتره وفتره حتى ينطيك اذا اكفت شيء مهم موجود او فد مهمه لازم تسويها حتى يدليك عليها بالمكان الصحيح. مثل ما تشوفوا لما ادوس الرايت ستيك، شوفوا شو يعطيني هذا اللون الاصفر، هاي مثلا اشياء اقدر اخذها، مثلا طاقه او مثلا خلينا نقول فد امور اقدر مثلا ابيعها واشتري اسلحه او اطور الاسلحه اللي عندي. اكو بعد شيء هنا، هذا الحبل الفوق، بعدين نرجع له. ما رخصت شن دلبس هدوم حجي، دلبس هدوم، ما تستحي واك منه مصلخ. هم اكبر مودة دا يحاسبون. هذا ايش دا يزرع هذا؟ تعلق جات سرعته. باع عليه بس لبسني، يعني قال لي مشي ولي.
يلا كمل كمل. حياك الله خالي. قلت لي روح ولي انقلع من وجهه هفك بالنعال. خاتش ملي نيتش. رحم الله والديك ولا ما افتهمت انا شكو. او اكو شيء هنا. ايش قد؟ والله شنو بعد؟ شوفوا طبعا هاي كل الاسواق تعطيني نقاط وتخليني استفاد باللعب. والله اكو شيء هنا. ما بخصك حجي. يلا نتوكل على الله. هاشم ماكو شجرة هنا. جاك تلعبون دعابل؟ ماما says it upsets the waterfalls waka if I play in the cave. She just thinks it's. ما يخالف ما يخالف. يلا يلا ما يخالف ما يخالف. ما يخالف أمك شو تخاف عليه؟ شو مو غيره يا عيني؟ هو اتجاه له ملايكه. مرخصتك. ليش تغلطين؟ سامي مسوي لك شيء؟ والله شوف منك شيت. حجي روح البس لك شيء معود. صدق كذب. هسه ارجع. كيكي تاني لوب يشتوبل. وخلع نضحك. ما يصير مصعب منه؟ هذا شوية لابس له وزرة. هذا شنو واقف هنا؟ اكو شيء مهم؟ انا ابقى اقضيها ارتب واللملم. Beautiful. ما دواتشي كانيني. I don't recognize you. What are you doing here? Where did you get that tunic? It was given to me by Unuratu. Oh, you are the queen's guest? I meant no offense. Please, you must forgive me. It's all right. مسامحك مسامحك. هسه فضونه. يلا خلينا نبيع. والله ماكس. The gods favor us both. Here you go. Very good. The gods favor us both. Here you go. Very good. هسه نبيع هاي الشغلات اللي اخذناها حتى نشوف ايش نقدر نشتري. نقدر نشتري ابديتس مثلا تحديثات، نقدر نشتري فد سلاح معين. خلينا نشوف. The gods favor us both. هسه يقول باي. زين ايش نشتري؟ عندنا 7000 وشويه نقاط. دقيق هذا شنو؟
How did she select an amount of Emperor Jaguar hide to buy? Nash Dawa. The gods favor us both. Knife upgrade. Here you go. Has any Makushi? Well, medicine. نبغى ناخذ على قد 900 نقطة. بس إذا شوف هذا النمر شو يسوي؟ استعد الجاغوار بيتي يوز تو كرافت هاي اند ابجريد. هذا شنو؟ ستاتشل. That trade is not possible. I have children to feed. I await your return. أشكر عنك يا أبوي. اكو شيء هناك الناس ملتمه ودا تباوع وعالقيها. طبعا اللعبه مليانه نقاط ومليانه تلملم ومليانه شيل وحط. هسه بس اذا افتهم ايش وقت نتعارك؟ بس والله حلوه مره كرافت مسويها. What is this? Cultist. When the catastrophes come, the god Kukulkan must be sacrificed to power the sun. Otherwise, the world dies. Sacrifice a god? The sacrifice is my duty. But this cult leader will take my place and attempt to become the god. He believes we can remake the world and live in a paradise of his design. Remake the world? What? شلون قبائل متخلفة؟ heard those words before. There he is. هذا عود إلهي عبدوه على أساس راح يضحون بي وورا فترة راح تجي هاي البنية الثانية. That's Dr. Mingus. يصير هي الإله على أساس إلهي. استغفر الله يا ربي. شنو هالأقوام الفاشلة؟ The instrument of our unity and salvation. Soon. Our dreams of peace and safety will be realized. They already call him Kukulkan, but his real name is Amaru. He was born here, but raised, lied to by outsiders. The people believe in him. But you don't. My late husband Saidi was his brother. They had differences over the future of Paititi. When Saidi died, Amaru devoted himself to the cult. You have seen the storm. You are worried about worse to come. I assure you that Paititi will persevere and thrive forever. I know him. If Amaru is successful, all of us who disagree will never see this paradise. The rebels will be discarded. Not if they don't find the box. Yes. Our best hope is to find it first. Perhaps Amaru might still be brought to see love and reason. Death to the outsiders! Retribution will come! Hakan! Enough! We must strike while the snake is within reach. Justice will be met in good time. Do not jeopardize our rebellion for the sake of impulse. Edsley, go scout ahead. We'll meet you at the edge of the mountain. Last warning. Follow Edsley. Your clothing won't hide you long from these guards. Okay, I'll find the box.
هسه اكو صندوق راح يدورون عليه، شنو بهذا الصندوق؟ ما معروف. هسه الناس ضايجه من ذاك يردون يقتلوه بطريقه ما، لانه عنده مواليد وعنده معارضين، والمعارضين ما تعرفون انه عنده بلاوي سوداء مسويها. ويسموه اوتسايدر، يعني واحد جايهم من غير سلاله وصاير حاكم عليهم، فهم ما يردوا. هسه خلينا نشوف لارا كرافت ايش راح تسوي. نبلش. جونا، can you answer? Yeah, me and Uchu set up camp. Everything's okay. Dominguez is here. He's the leader of the cult of Kukulkan. That's what Unuratu's rebels are fighting. What? He's been here for years. Trinity controls Paititi. Whoa. I'm going to the Eye of the Serpent. We have to get the box before the next cataclysm hits. معقولة يعني لحد الآن هذا التطور الكبير اللي صار بالعالم وواكو قبائل تعبد هاي الشغلات بعد؟ هلا هلا روح خالي روح هلا 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 روح هلا هلا اردح خالي اردح. راجر تشاست هلا 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 عالم متونسة عمي. Rebels are the true sons and daughters of Paititi, if you're asking. I'm not the only one who thinks it either. Where is my mother? She's settling matters between the guards and her Khan. What's it like outside Paititi? Well, a lot of things. It's a very big world. Bigger than Paititi? Bigger than 100 Paititis. What? Will you take me there? I think your mother might have something to say about that. What you're looking for is in there. How will I know when I found the right chamber? By the smell of death. If you survive, you can find your way back through the old irrigation system. I'll meet you there. Be careful. The cult often patrols there. Okay, Shinjoa. خلينا نشوف هنا شنو بالله.
All right. لا غلطت. لا 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 نسيت ادوس المربع مالي. والله نسيت يا دقمة انداس. اي صح المربع. All right. I don't think anything could have prepared me for this place. The people, their history, everything they've lived and who they are today. To hear him tell it, Amaru, Dominguez, Kukulkan, only wants to keep Paititi safe. But I've seen the lengths he'll go to, the murder and cruelty. I have to stop him. شوف الـ skills والله شكو شنو اللي نقدر ناخذه. بعد ما تكفينا الفلوس. انفنتوري فنغير السلاح. يعني شلون يسوي كرافت؟ يلا نشوفها بعدين هسه. Through there.
This must be the place Etsli mentioned. Wow. Steady, Lara, steady. Away, Lee. معجزات يا ربي. بدي كلبي مدادوس مربع. مدادوس مربع. يلا مو مشكلة. يا بدي كلبي هاي ليش هيك؟ ما دا اعرف شنو السبب انه جاي توقع، يعني دا اخليها دا ادس لها المربع جاي تلزم. خلينا نشوف والله بدون المربع. اوكي تيك ات سلو. بس والله مكان مرعب. مكانات ريتشوال ساكريفايس. اوبس باع القرف. لاخذ صورة لهذا المكان. Is this one of the rebels?
حوالي There's a way in somewhere. خطايا. A serpent with a silver eye. I'm on track. Yes, through there. The smell keeps getting stronger. Laura, how's it going? I found another serpent with a silver eye. I must be getting close. You? Talking tattoos with Uchu. Tattoos? Yeah, you saw Unuratu's, right? It has a heron and an eclipse on it. That might have something to do with the silver box. I don't think so. والله عجيب يعني ده يعني ده أنط وده أشمر الحبل ما ده تشلب I can use that lever to fill this pool. خلنا نفتح البوابة. They use these urns to soak the viscera in oil. I can use that lever to fill this pool. I can use that lever to fill this pool. I can use that lever to fill this pool. Too wet. It'll need an accelerant to burn. هذا اللغز لازم اكويه في هالشي انسى الشب والله هذا شلون نسوي I can use that lever to fill this pool. Not it.
full of oil and blood. That puddle could be flammable. طبعا راح تصير احداث قويه، انا اشك بهذا الشيء. خليني اشوف هسه اشرح لك. Is this some kind of bloodletting chamber?